اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معنا النهارده غرفه نوم مودرن مده 2023-2024، الغرفه من معرض اي ديزاين، غرفه باللون البني واللون الاوف وايت، من اشيك الالوان اللون البني والاوف وايت في غرف النوم. طلع معانا موضه 2024 اللون الاوف وايت واللون الابيض، فالغرفه شيك جدا. هفرق عليها دلوقتي، المعرض هيعرضها كلها. شوفوا الدولاب تصميمه رقيق جدا، استيري تصميمه جديد جدا وجميل. الغرفة نفسها شيك جدا. المعرض بيعمل عروض كتيرة جدا، لو اشتريتي غرفة بتاخدي خصم، لو غرفتين بتاخدي هدية، وثلاثة ممكن تاخدي قطعة الرابعة هدية. المعرض ليه كذا فرع في مدينة نصر وفي اسكندرية وفي الغردقة، بيعرض موديلات كتيرة، هتلاقي يعني كل الموديلات مختلفة ومتنوعة، تناسب كل الأذواق، تناسب مساحات مختلفة. شيك جدا، في موديلات بسيطة جدا، في موديلات مودرن، في كلاسيك، في نيو كلاسيك. الألوان مختلفة، مفيش موديل مش هتلاقيه عندهم. هنعرض لهم انتريهات وغرف سفرة، غرف أطفال، غرف نوم، ليفينج، ركنات. كل الموديلات شيك جدا. هسيبكم تتفرجوا معانا على الغرفه. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعلوا الجرس. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في غرفه النهارده.